الدكتور عايض الغوينم وكيل وزارة الحج لشؤون الحج، تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الشركاء في منظومة وسائل الإعلام الدولية والمحلية، أشكركم على الشراكة البناءة في توعية ضيوف الرحمن والحرص على سلامتهم وتأديتهم للنسك يسر وطمأنينة، ويسعدني كذلك الترحيب بزملائي قيادات منظومة الحج والعمرة الحاضرين معنا اليوم. بمناسبة عيد الأضحى المبارك وإتمام الحجيج مناسك أول أيام العيد وإنهاء رمي الجمرة الكبرى، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد يحفظهم الله، والتهنئة موصولة لكافة حجاج بيت الله الحرام، سائلا الله عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. الحضور الكريم، المشاهدون في كل مكان، تضافرت جهود منظومة خدمة ضيوف الرحمن بتكامل وتناغم، مما حقق نجاح إفاضة الحجيج من عرفات إلى مشعر مزدلفة، ثم انتقلوا إلى مشعر ميناء لرمي الجمرة الكبرى خلال 10 ساعات بكل يسر وطمأنينة، وبنسبة امتثال تجاوزت 95% من خطة التفويج المرسومة والمتفق عليها ولله الحمد، مع مراعاة تلبية الرغبات والتفضيلات الفقهية، وذلك من خلال توظيف تقنيات حديثة تعمل على تخصيص مواقع الحجاج في المشاعر المقدسة وتكوين جداول التفويج سريعة عما قدم من خدمات خلال 24 ساعة الماضية. أولا، وصول ما يقارب 800,000 حاج إلى مشعر ميناء قبل فجر اليوم، واستمر توافد الحجيج حتى الساعة 8:30 صباحا، كما تم تسهيل وصولهم إلى منشأة الجمرات، حيث استخدم 70% من الحجاج الطابقين الأول والرابع، فيما توزع والثاني والثالث. أيضا أدى ما يقارب 850,000 حاج طواف الإفاضة حتى الآن، وذلك منذ منتصف الليل باستخدام حافلات الرحلات الترددية من وإلى المسجد الحرام عبر 11 محطة في حما مشعر ميناء، وتتواصل الرحلات على مدى 35 ساعة لنقل ما يقارب 1,350,000 حاج يرغب في أداء طواف الإفاضة. كما رصدنا ميدانيا تحديا نتشاركه مع الزملاء في المنظومة الصحية، تتمثل في تفضيل بعض الحجاج في السير على الأقدام، وذلك بالرغم من الحملات التوعوية المكثفة وتوفير جميع وسائل النقل، لذا نهيب بالحجاج مواصلة الالتزام بجدولة التفويج لرمي الجمرات واتباع تعليمات قادة الأفواج بالمخيمات، علما بأنه تمت مراعاة الظروف الجوية والمناخية أثناء بناء الجدولة للتنقل من وإلى منشأة الجمرات. أيضا فيما يخص الهدي والأضاحي، فقد قامت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بدور محوري بالتنسيق مع الشركاء أمانة العاصمة المقدسة ووزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تم تنظيم العمليات الخاصة بالهدي والأضاحي وفقا لأعلى المعايير البيئية باستخدام نظام حديث ومتطور لإداء المخلفات الحيوانية، وذلك ضمن مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 1,100,000 أضحية وهدي بفضل الله. أود أن أؤكد أن كل ما نشهده اليوم من نجاحات يأتي نتيجة الاستعدادات المبكرة، حيث بدأت رحلة الاستعدادات بتوقيع وثيقة الاستعدادات الأولية مع مكاتب شؤون الحجاج ولأول مرة قبل انتهاء الموسم الماضي، وتلاها سلسلة من الزيارات الدولية لمعالي وزير الحج والعمرة بهدف الجلوس على طاولة واحدة مع النظراء والمسؤولين عن الحجاج في دول العالم للنقاش المباشر والتواصل الفعال وبحث فرص تحسين التجربة لحجاجهم والمعالجة الفورية لأي تحديات يواجهونها. كما أنه وللعام الثالث على التوالي وبرعاية ملكية كريمة، نظمت وزارة الحج والعمرة مؤتمر ومعرض خدمات الحج بمشاركة 80 وزير ومسؤولا عن الحجاج من مختلف دول العالم، وبحضور ما يقارب 200 شركة تقديم خدمة في المجالات المختلفة، ليجتمع الشركاء تحت قبة واحدة ويؤطرون الرغبات والتفضيلات لما يحقق رضا حجاجهم. ولم تقتصر الجهود المبكرة على ذلك فحسب، بل كان أهم برامج الاستعدادات لهذا الموسم تقديم 20,000 ساعة تدريبية
ل 120,680 متدرب من كوادرنا المتنوعة من خلال 2000 متدرب داخل وخارج المملكة بست لغات مختلفة. وبدعم من الشركاء في وزارة الخارجية صدرت أول تأشيرة حج في 7 من رمضان 1445 في سابقة تاريخية، حتى بلغ عدد التأشيرات المصدرة حتى الأول منذ القعد الماضي 7 أضعاف ما كان يصدر في نفس الفترة الزمنية من الأعوام الماضية. ومنذ انتهاء الموسم الماضي عززت الوزارة عمليات المراجعة والرقابة وتقييم أداء جميع الشركات مقدمة الخدمة ورصد المخالفات والقصور وتطبيق العقوبات والجزاءات على من يتهاون في تقديم الخدمة لضيوف الرحمن وفق اللوائح والأنظمة المتبعة، حيث أصدرت الوزارة عقوبات رادعة خلال العام الماضي وصلت إلى إيقاف وتغريم عدد من الشركات وتعويض الحجاج عن الخدمات التي لم تقدم لهم في الموسم الماضي. ختاماً، سعدت بتواجدي في هذا المؤتمر على مدى الأيام الثلاثة الماضية، موجهاً الشكر للزملاء في منظومة وزارة الإعلام على حسن التنظيم والاستضافة، كما يطيب لي أن أؤكد للجميع بأن وزارة الحج والعمرة ستواصل دورها القيادي والريادي في المنظومة لدعم وتمكين الشركاء كافة، والذين ستبدأ معهم بعد هذا المؤتمر الصحفي الاستعدادات لموسم 1446. ونحمد الله سبحانه وتعالى أن اصطفانا وشرفنا لخدمة حجاج بيته الحرام، واسمحوا لي باسم جميع أبطال الميدان في منظومة خدمة ضيوف الرحمن الذين يواصلون الليل بالنهار حرصا على راحة وسلامة حجاج بيت الله أن نرفع أسماء آيات الشكر والعرفان لقيادتنا الرشيدة التي مكنتنا لننال هذا الشرف وبذلت الغالي والنفيس لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.